السلام عليكم. السلام عليكم مرة ثانية. أعتذر أنه التسجيل الأول انقطع، ولكنه موجود إن شاء الله، راح يكون موجود في الصفحة ويمكن الرجوع له في أي وقت. فقط ننتظر يدخلون الناس. السلام عليكم، تسمعوني؟ واضح الصوت إن شاء الله. أستاذ محمد رضا، الصوت واضح، الصورة واضحة. واضح إن شاء الله. أستاذ ANNBLK، الصوت واضح، الصورة واضحة إن شاء الله. واضح واضح إن شاء الله، كمل يعني. أوكي، خلينا نفترض بأنه الصوت واضح، الصورة واضحة، و نكمل. طبعا بالبداية أعتذر لأنه صار خلل في الاتصال، مباشرة ظهرت عندي بأنه تم يعني إلغاء الاتصال والمطالبة باتصال جديد. نكمل كلامنا عن 5G. شرحنا ما هو 5G، وين وصلنا، شنو التحديات، شنو المستقبل، بقية الأمور الأخرى. طبعا أعتذر أنه ما لحقت أشوف التعليقات على الفيديو السابق. أتمنى إذا كانوا الأخوة الموجودين يعني عدتهم بعدها نفس الأسئلة أنه يطرحوها مرة ثانية، أو أنه نرجع يعني للبث السابق ونشوف شنو الأسئلة ونجاوب عليها إن شاء الله يعني بعد انتهاء الورشة. المشاكل طبعا مثل ما ذكرنا، واحدة من الأمور الرئيسية اللي يعني طرحوها الكثير من الأخوة والأخوات هو أنه هل أن الصدق يعني هل أنه فعلا الترددات الأعلى بها مشاكل صحية أكبر؟ هل أنه فعلا كلما زاد التردد كلما زادت احتمالية إصابة المستخدمين بأمراض سرطانية وأورام وغيرها من الأمور الأخرى؟ طبعا أنا جاوبت على هذا السؤال أكثر من مرة في أكثر من مكان، في المدونة، في بفيديوهات، بروابط، بغيرها. الاف سي سي اللي هي الفيدرال كوميونيكيشن كوميشن، اللي هي يعني هيئة الاتصالات الأمريكية الوطنية الفيدرالية، يعني يقولون بشكل صريح بأنه احنا نعتمد على يعني النتائج المختبرية. الإقرار بأنه تردد معين يسبب مشاكل صحية لا يمكن أن يقوم بالكلام عنه فقط مهندس، يجب أن يكون هناك شخص، يعني يجب أن تكون هناك جهات صحية، ناس مختصين بالبيولوجيا بتركيب الجسم، وتكون هناك دراسات صحية إضافة إلى الدراسات الهندسية والحسابات وغير الأمور اللي نقوم بها بالمختبر. منظمة الصحة العالمية الـ World Health Organization لحد الآن تقول بأنه إحنا ما عندنا دليل قاطع على انه الاشارات اللاسلكيه او الترددات اللاسلكيه تسبب امراض سرطانيه. طبعا هناك الكثير من البحوث، ولكن هذه البحوث يعني لا يمكن اثباتها من قبل جهات محايده. يعني طبعا الشركات تحاول انه تقول بان كل شيء امن. بالطرف الاخر الناس الخائفين او يعني الذين لديهم هذه المشاكل راح يحاولون اثبات بانه كل شيء خطر،
كل شيء له علاقة بالترددات اللاسلكية خطر، ولكن كطرف ثالث بين هذا وهذا لحد الآن ليس هناك يعني إثبات علمي دقيق أو أكيد 100% على أنه الترددات اللاسلكية لها علاقة مباشرة بالأمراض السرطانية والأمراض والأورام وغيرها. شلون أكو طرف ثالث ممكن أنه يثبت هذه الدراسات؟ من يجي شخص يقول بأنه أنا سويت فد بحث في مختبر وطلعت هذه النتائج، أكو شيء مهم جدا في هذه البحوث اللي هو شيء يسمونه الريبروديوسيبيليتي، اللي هو قابلية إعادة إنتاج النتائج. يعني أنا ما أقدر أدعي أنه أنا قمت بإنتاج فد نتيجة معينة وما أخلي فد تفاصيل دقيقة للناس اللي يجون من بعدي، بحيث أنه أمكنهم من إعادة التجربة يعني لإيجاد نتائج مشابهة. بدون هذا الشيء راح يكون هذا البحث يعني تراش مثل ما يقولون، ما له أي قيمة علمية. فبالتالي كل الناس أو أغلب الناس اللي قاعد يقومون بإجراء تجارب معينة لإثبات بأن الترددات اللاسلكية تسبب مشاكل صحية، كل بحوثهم اللي منشورة لحد الآن هي غير قابلة لإعادة الإنتاج، يعني ما بيها عنصر الريبروديوسيبيليتي. يعني هو ممكن أن يجي يسوي فد كيرف معين ويدعي بي بأنه أوكي كلما زاد التعرض للإشارات اللاسلكية كلما زاد مقدار ظهور السرطان بنسبة معينة. طيب أوكي، ما هي الإحصائيات التي قمت بالاعتماد عليها؟ ما هي القوانين، المعادلات، التجارب؟ ماكو هذا الشيء، ما متوفر لحد الآن. فبالتالي إحنا كمختصين بهذا المجال من الجانب الهندسي مثل ما ذكرت ما نقدر نقول بشكل قاطع 100% أنه يعني ما نقدر نثبت أو ننفي هذا الشيء إلا بالاعتماد على التجارب التي يقوم بها ناس مختصين بالبيولوجيا، يعني بالعلم الأحياء، هم اللي يكونون أقرب يعني لكي يستطيعون معرفة تأثيرات هذه الأمور على الجسم الكائن الحي. شنو اللي خلى 5G يثير المخاوف أكثر من غيره من 4G و3G وغيرها؟ لأنه 5G يستخدم الميليمتر ويف. شنو الميليمتر ويف؟ مثل ما ذكرنا هي الترددات التي تتراوح ما بين 30 إلى 300 جيجا هرتز. ليش هذه تسبب مشاكل؟ لأنه مقدار التردد أكبر. هل أنه هي فعلا قريبة من الأيونايزنج فريكونسيز اللي هي طبعا الضوء المرئي وغيرها من الأمور الأخرى والأكس راي وغيرها؟ طبعا هي بعيدة جدا، يعني أبعد ما تتصورون. الناس اللي يشتغلون بهذا المجال ويحاولون أنه يربطون ما بين الميليمتر ويف والأمراض السرطانية، هم طبعا يستندون إلى حقائق علمية مثبتة بأنه هو الأكس راي يعني الأشعة السينية التعرض لها بشكل مستمر ومدة طويلة سبب مشاكل صحية. هذا شيء مثبت طبعا، ولكنه الأشعة السينية بعيدة جدا عن الترددات الطبيعية اللي احنا نستخدمها اللي هي الميليمتر ويف والمايكرو ويف. هم شو يقولون؟ يقولون بأنه الميليمتر ويف is closer to the X-ray than the previous frequencies. يعني تصور بأنه عندك أنت مثلا من 1 هرتز إلى 6 جيجا هرتز، هذه اللي هي الترددات السابقة. حاليا احنا قاعد نستخدمها من 6 جيجا هرتز إلى 28 أو 30 أو 300 أو حتى إذا وصلت إلى أكثر من 100 جيجا هرتز. هذه هي طبعا لحد الآن الجيجا هرتز اللي هي 10 أس 12. الاكس راي موجوده 10 اس 29، يعني فد شيء ما تقدر تخليهم اثنيناتهم على سكيل واحد. صحيح هي اقرب ولكنه بعدها ما زالت بعيده جدا. يعني مثل ما نقول بانه في حاله الكسوف او الخسوف يكون القمر اقرب الى الشمس من الارض، ولكن هو بعدهم الشمس والقمر اثنيناتهم قريبات هنا، او القمر والارض هنا والشمس على بعد يعني الاف الكيلومترات او ملايين الكيلومترات. فبالتالي الكلام عن هذا الموضوع مو منطقي جدا. يعني اتمنى انه المستخدمين طبعا الحذر واجب في كل شيء، يعني كل ما زاد عدد حاده ينقلب ضده، حتى الماء اذا شربت من عنده اكثر من اللازم يسبب لك مشاكل صحيه، كل انواع الاغذيه اذا اكلت من عنده اكثر من اللازم يسبب لك مشاكل صحيه، ابقاء التليفون في اذنك 24 ساعه باليوم طبعا راح يسبب لك مشاكل صحيه. كل شيء يجب ان يكون يعني يجب ان يكون استخدام متزن. عند الاستخدام المتزن ليس هناك اثبات على وجود مشاكل صحيه، اذا افرطت في الاستخدام في كل شيء طبعا راح تكون هناك مشاكل. هذه لا تحسب على التقنيه وانما تحسب على نوعيه استخدامك. ايضا امر اخر يحتاج انه المستخدمين الانتباه له، انه نفس البرج الاتصالات يمكن انه يقوم ببث باور، بث تردد بباور معينه تكون امنه سيف، ممكن نفس هذا البرج يبث باور اعلى او اقل بمقدار معين يجعلها غير امنه. هنا طبعا راح تدخل عندك المعايير الدوليه اللي تجعل هذه الاتصالات امنه او غير امنه. عاده انا اللي افتهمت انه مثلا في العراق اكو عندنا وزاره البيئه مسؤوله عن اخذ القياسات لهذه الامور لكل الابراج لكل الشركات لكي تحرص على انه تكون هي دائما ان ذا سيف سايت، يعني ضمن المدى الامن من ناحيه نوعيه الاشاره المرسله، القدره، الباور، الابزوربشن اللي يصل الى الانسان وغيرها من الامور الاخرى. فبالتالي هنا يجب ان دائما قبل ان تؤمن قضية معينة أو فكرة معينة يتم طرحها يجب أن تسأل أكثر، يجب أن تستفسر من المختصين بهذا المجال وإن شاء الله تحصل أجوبة. يعني
الآن الكلام راح يكون موجه إلى الباحثين في مجال الـ 5G، هل أنه هنا طبعا هذا السؤال مهم جدا يطرحوه دائما، هل أنه الـ 5G تحول الآن من scientific research effort إلى engineering effort؟ يعني هل أنه إحنا كباحثين بعد نعزل ما عدنا شيء نسوي، لأنه إحنا كملنا الستاندرد وانطيناه للشركات، الشركات راح تقوم فقط بتحويل الستاندرد إلى أجهزة ومنتجات وتقوم بإعطائها للمستخدمين، شنو إحنا دورنا بعد الـ 5G؟ هذا الكلام مو صحيح، الجواب كلا، إحنا ما زال أمامنا يعني طريق طويل جدا نقطعه مع الشركات لكي نوصل الـ 5G من الـ 1.8 جيجا هرتز إلى 10 جيجا هرتز، من 20 ملي سكند إلى 1 ملي سكند ديلي، من إدارة 300 400 500 جهاز في الكيلومتر المربع الواحد إلى مليون جهاز في الكيلومتر المربع الواحد. كل التقنيات، كل الأمور اللي سويناها لحد الآن هي ممتازة وجميلة على الورق، ولكنه في التطبيق في الواقع ما زال هناك الكثير من المشاكل اللي احنا كباحثين أيضا نحتاج أنه نتعاون مع الشركات من أجل حلها، لكي نوصل المستخدم إلى الوعود التي قطعناها له أو لها أو لهم يعني قبل إطلاق الـ 5G. هل أنه الـ 5G هذه البابل أو الهايب أو الفقاعة الكبيرة سيصل في يوم من الأيام إلى الوعود التي وعدنا بها؟ ربما، ليس هناك شيء أكيد، لا الجامعات ولا الشركات ولا حتى الحكومات تعرف بشكل مؤكد 100% أنه الـ 5G سيكون عند حسن ظن المستخدمين، ولكنه 100% هو أفضل من الـ 4G، هو حاليا في وضعه الحالي هو أفضل من الـ 4G من ناحية التغطية، من ناحية السرعة، من ناحية الباندويت المتوفر وغيرها من الأمور الأخرى. واحدة من الأمور اللي تحدثنا يعني الطلبات اللي جتنا أنه نتحدث عن الانترفيرنس فور 5G ميليمتر ويف. أيضا ميليمتر ويف مثل ما ذكرنا ما راح يتم بثها على شكل أومني دايركشنال كل الاتجاهات، راح يتم بثها على شكل بيمز. هذه البيمز هل هي مطبقة حاليا؟ مثل ما ذكرت أغلب الحسابات من أغلب الدول التي طبقت 5G لحد الآن تقول بأنه البيم فورمينج لحد الآن هي غير مطبقة. يعني البيم فورمينج إطلاق عدة بيمز في الوقت الواحد لعدة مستخدمين، أغلب القياسات تقول بأنه هي غير مطبقة حاليا. ليش غير مطبقة حاليا؟ لمشاكل تتعلق بالديبلويمنت، لمشاكل تتعلق بالشركات، يعني النظرية كاملة واضحة ومثبتة وممتازة على الورق، في الواقع هناك مشاكل. هذه المشاكل راح تستمر إلى الأبد؟ طبعا لا، مستحيل، راح يكون لها حلول بالتعاون ما بين الشركات والجامعات اللي تعمل بهذا المجال. الملاحظات الأخيرة اللي راح تكون يعني أتمنى أنه ما أكون طولت، أيضا مثل ما ذكرت الناس اللي تركوا أسئلتهم في الفيديو السابق يا ريت أنه ترجعون تخلونا إياها في هذا الفيديو ونحاول أنه نجاوبها بعد ما نكمل. ملاحظات الأخيرة اللي حبيت أنه أذكرها بالنسبة للمهندسين اللي يشتغلون حاليا 4G، ابدوا ثقفوا نفسكم لل 5G لأنه هو قادم لا محالة، إذا مو اليوم باكر، إذا مو باكر عقبه، خلال السنتين الثلاثة المقبلة راح تكون أغلب الدول اشتغلت على 5G. لم يعد 5G هو عبارة عن حلم نحلم به، وإنما أصبح حقيقة واقعة تنتظر من عندنا أنه احنا نطور نفسنا إلى المستوى الذي نستطيع من خلاله استخدام أو استفادة من هذه التقنية. بالنسبة للباحثين المشاكل كثيرة جدا في هذا المجال، إذا أي واحد من عندكم يعني مهتم بالمشاكل اللي موجودة في مجال 5G أو الميليمتر ويف بشكل خاص ممكن أنه يراسلني على الخاص، أعطيكم قائمة بكل المشاكل اللي ذكرتها الجامعات والشركات والجهات الحكومية في المؤتمر اللي حضرته البارحة وأول البارحة. بالنسبة للمستخدمين نصيحتي لكم يعني خاصة في الدول العربية، أنا حاليا مثل ما ذكرت أكو عندنا 5 دول عربية حاليا عندهم 5G، نصيحتي يعني لو كنت مكانكم أنه أتريث في استخدام 5G حاليا، يعني ما تحتاج أنه تشتري الهواتف 5G الغالية جدا، ما تحتاج أنه تنتقل بالبلان مالتك من 4G إلى 5G لأنه راح تضطر أنه تدفع ضعف أو ضعفي السعر، حتى إذا أنطوك في شيء أرخص طبعا إذا أرخص راح يكون النوعية أسوأ. حاليا الشركات لا تستطيع توفير 5G بالهاي كواليتي اللي احنا نتوقعها إلا إذا قامت بفرض رسوم أكبر، فبالتالي أعتقد أنه خلال السنتين القادمة إن شاء الله أسعار أجهزة 5G راح تقل، البلانز الخطط أو الاشتراكات الشهرية راح تكون أقل بعد ما تكتشف الشركات شنو حلول المشاكل اللي تواجهها حاليا. خلي تشتغل 5G، هي موجودة حاليا في 5 دول وربما بقية الدول راح تستمر يعني في الديبلويمنت التوظيف والنشر، ولكنه أنا لا أنصح باستخدامها خلال هذه السنة والسنة الجاية. يعني خلينا نقول بأنه خططوا لشراء أجهزة 5G في نهاية 2020، راح تكون إن شاء الله التقنية مور ماتشور يعني ناضجة أكثر وأرخص إلى حد ما.
هسه خلينا نشوف بعد الأسئلة، إذا أكو أسئلة بقية الناس اللي كانوا ويانا في الفيديو السابق أو في هذا الفيديو، إذا عندكم أي أسئلة تقدرون تطرحوها، لأنه أعتذر أنا الفيديو السابق انقطع بدون قصد، يعني مباشرة ظهر عندي بأنه انتربت because of bad quality of internet connection، ظهر أنه حتى هنا في أمريكا الانترنت كونكشن ممكن يصعد وينزل، فانقطع الفيديو السابق وكملنا في هذا الفيديو، فبالتالي ما شفت الأسئلة اللي موجودة في الفيديو السابق. بالنسبة للناس اللي اجوا ويانا من ذاك الفيديو إلى هذا الفيديو، ممكن انه تكون اسئلتهم في التعليقات حاليا ونحاول انه نجاوب عليها، يا اما هسه يا اما بعد ما نكمل. اللي اشوفه لحد الان الليتنسي، ديفيد صالح، ديفيد صالح يقول ممكن تحكي لنا على الليتنسي. مثل ما ذكرت الهدف اللي احنا نريد نوصل له هو 1 ملي سكند اند تو اند، اللي موجود حاليا هو 20 ملي سكند اور مور. شنو المشكله؟ المشكله انه يعني حتى اذا كان الاتصال ما بين المستخدم والبرج يعني سريع جدا، نقل الإشارة من البرج إلى الكور نتورك يعني إلى السنتر الرئيسي، إذا كان عن طريق الباك هول لينكس اللي هو ملتي لينك، أو إذا كان عن طريق الفايبر أوبتيك، لحد الآن هو ما قاعد يحقق الستاندرد، ما قاعد يحقق لنا المتطلبات اللي يريدها الستاندرد، لمشاكل بعضها لها علاقة بالإنفراستراكشر نفسه لأنه قديمة، لأنه أغلب الأحيان قاعد نستخدم أو نعتمد على الإنفراستراكشر الخاصة بالفور جي، وبعض الاخر لها علاقه بالكوست يعني تحتاج كلفه اكثر. الشركات اغلب الشركات حاليا بعدها ما مستعده انه تدفع اكثر من اللي دفعته او تستثمر اكثر من اللي هي بالفعل صرفتها على هذا المجال. فبالتالي الليتنسي يعني حاليا 20 ملي سكند تقريبا اند تو اند حسب القياسات اللي موجوده حاليا في اغلب المدن الامريكيه، ولكنه هي متجهه الى انه تقل يعني ان شاء الله تقترب من الواحد ملي سكند، ممكن توصل الى 1 ملي سكند ربما، الله اعلم. لو في فرصة دكتور تكلمنا عن الموجات المرشحة للاستخدام بجيل الخامس اللي هي الـ FBMC GFDM والـ UFMC and BLK. مثل ما ذكرت في البداية أنا يعني مجال بحثي هو الميليمتر ويفز، فبالتالي يعني أنا أركز أكثر على حيز التردد ومشاكله أكثر مما أركز على الـ structure of each frame وشنو انواع الموجات المستخدمه، فهذه الامور يعني صراحه ما عندي بها معلومات كافيه، فاعتذر عن هذا السؤال. واضح عاشت ايدك. ما رايك في الستاندرد نوما مميزاته؟ نون اورثوغونال مالتيبل اكسس، صراحه هو يعني بدا ياخذ حيز كبير جدا النوما في مقابل الاو اف دي ام او الاورثوغونال اكسس. شخصيا انا لحد الان ما مشتغل على النوما، بس اكو بحوث كثيره في هذا المجال، هل انه ممكن يكون جزء من ال 5G في نسخته النهائيه بالريليس 16؟ احتمال كبير، ولكن هل انه ممكن انه نستغني به عن التقنيه السابقه؟ ما اعتقد، بكثير من المميزات ولكنه لا يغني عن التقنيه الموجوده حاليا اللي هي الاو اف دي ام وغيرها وامثالها. يعني اتمنى انه جاوبت على سؤالك مؤيد. معاذ سامة، ما الفرق بين الانترفيرنس ميتيجيشن، انترفيرنس كانسليشن، انترفيرنس مانجمنت؟ الانترفيرنس ميتيجيشن هو يعني ترجمتها الحرفيه هو تقليل تاثير الانترفيرنس. بعض الاحيان انت تستغل الانترفيرنس لصالحك لمصلحتك، بحيث انه تقوم بجمع ال يعني الاشارات من برجين او من مكانين مختلفين، they can convolve positively او convolve negatively، يعني الاشارتين بعض الاحيان عندما تتداخل تقوي بعضها البعض الاخر او تلغي بعضها البعض الاخر، يعني تقضي عليها. فالانترفيرنس ميتيجيشن يعني التقنيات اللي تحاول انه تقلل تاثير التداخل على الاشاره النهائيه. الكانسليشن طبعا انه تطمح الى انه تلغي الانترفيرنس، واللي طبعا هذا يحتاج من عندك بروتوكولات ماك لاير اللي هي ميديا اكسس كنترول. الانترفيرنس مانجمنت هو هذا اللي عاده يكون جزء من الراوتنج بروتوكولز، يعني في الوايرلس اكو هناك تداخل كبير جدا ما بين الطبقه الثالثه والطبقه الثانيه. فالطبقه الثالثه انت تحاول انه تعمل روتنج يعني من السورس للديستنيشن، ولكنه تحتاج ان تاخذ بعين الاعتبار الانترفيرنس اللي قاعد يحصل عندك بسبب المالتيبل اكسس، انه عندك اكثر من سورس اكثر من ديستنيشن، وتحاول انه كلها تستغل الميديوم في نفس الوقت. اعتقد مع وجود المليمتر ويف والبيم فورمينج بشكل خاص راح يكون عندك يعني انترفيرنس كانسليشن الى حد كبير. الانترفيرنس المتبقي ممكن انه تعمل له مانجمنت
يعني عده طرق. واحده من انه تتلاعب بالديبلويمنت، يعني الابراج تتحكم بموضوع مكانها بالاعتماد على نوعيه الانترفيرنس المتوقعه منها. مثل ما ذكرت يعني مثل ما قلت لكم على الورق كل شيء يبدو ممتاز، ولكنه في الريال ديبلويمنت عندما تقوم بنصب الابراج في الواقع بدات الشركات تواجه هذه المشاكل. والان بعد ما نصبت الابراج بداوا ياخذون هذه المشاكل، يعني بداوا يفهمون شنو المشكله ويبحثون عن حلول لها. فبالتالي يعني كل هذه الامور ميتيجيشن كونسرفيشن مانجمنت هي مطروحه يعني وقيد الحال حاليا. يوجد بحوث تتكلم عن طيف التردد المرخص وغير المرخص، هل ممكن توضيح الفكره؟ وهل حدود التردد لعدد من الدول التي تتبنت 5G مثلا تم حجزها لو مجرد فكره؟ ست حنين مطلق. اللايسنسد والانلايسنسد، اللايسنسد باند هو الحيز الترددي اللي لازم تشتريه الشركه لكي تستطيع استخدامه. يعني اغلب المليمتر ويفز حاليا اللي هي ال 24 26 28 هذه عباره عن يعني اجزاء من التردد. احنا من نقول مثلا 26 هو ممكن تكون 25.5 until 26.5 مثلا، ممكن تكون هذه 1 جيجا اوف باندويث. هذه طبعا لانه هي لايسنسد، يعني شنو يعني مرخصه، يعني يجب ان تشتري رخصه استخدامها. يعني اذا اردت انه اذا ارادت الشركه انه تستخدم هذا التردد او تصنع اجهزه تستخدم هذا التردد يجب ان تشتري هذه الحزمه. فحاليا هذه المليمتر ويف مثلا يعني خلوها في اوكشن مزادات علنيه في امريكا، وقامت بالاشتراك بهذه المزادات كثير من الشركات لكي تستطيع ان تاخذ جزء صغير من هذه الحزمه بحيث انه تقوم باستخدامه لاجهزتها. هذا لايسنسد. الان لايسنسد اللي هو الواي فاي اللي نستخدمه بالبيت 2.4 5 جيجا هرتز، وحاليا بالنسبه للمليمتر ويف ال 60 جيجا هرتز، هذه يعني بوبليك اي واحد يقدر يستخدمها، يعني اي جهاز يعني ممكن انه يستخدم هذه الترددات حتى وان كانت الشركه يعني اللي تقوم بتوفير هذه الخدمه يعني ما تحتاج انه تشتري هذا التردد من اي مكان، وانما هو كومن يعني كانه مفتوح شائع للجميع. فهذه الترددات اللي هي الان لايسنسد. الترددات اللي مستخدمه بالنسبه لل 5G كل الدول بها ترددات مختلفه، يعني اغلب الدول اللي بدات من البدايه كوريا الجنوبيه اليابان الصين وامريكا الترددات اللي يستخدموها مختلفه الى حد ما، ولكن اكو بيناتهم نسبه تداخل. ولكن كل واحده من هذه الدول تبيع هذه الترددات اللي هي لايسنسد او تعرضها في مزاد علني بحيث انه تشتريها الشركات التي ترغب في استخدام، يعني فورايزون واي تي ان تي وتي موبل وغيرها اللي تريد انه يعني توفر خدمه 5G لمستخدميها تحتاج انه تشتري حزم من هذه الترددات لكي يعني تقوم بتخصيصها للاب لينك والداون لينك. يعني المستخدمين اللي يريد انه يرسل ويستقبل لازم يستخدم في حزمه الترددات. هذه حزمه الترددات يجب انه الشركه اللي تنطيك الخدمه تشتريها من الدوله. هذه هي اللايسنسد. الان لايسنس مثل ما ذكرنا هي الواي فاي اللي هي 2.4 وال5 وال60 جيجا هرتز واللي هي موجوده يعني في الراوترات المنزليه. هذه ما تحتاج انه انت اي شركه تصنع لك هذا الراوتر وتوفر لك الخدمه، انت ما تحتاج انه في داخل البيت تشتري تردد على متستخدمه بين الاجهزه اللي موجوده في داخل البيت الواحد. يعني من الراوتر او من الاكسس بوينت اللي موجود في البيت الى كل الاجهزه البقيه انت قاعد تستخدم 2.4 جيجا هرتز او 5 جيجا هرتز او 60 جيجا هرتز. هذني اللي هي ان لايسنسد، هذه ما تحتاج انه تشتريها من احد وانما هي متاحه للجميع. وطبعا بها مشاكل لانه راح تكون بها تداخلات، يعني بيتك والبيت المجاور وغيرها كلها راح تستخدم نفس الترددات، راح يصير بها مشاكل معينه. اتمنى انه جاوبت على هذا السؤال ست حنين. اكو ابلكيشن خاص لتقديم البحوث؟ وين بالضبط؟ يعني عاده البحوث يتم تقديمها على شكل يا اما بيبر في كونفرنس او جورنال، او يعني بيبر في جورنال، اما انه تقدم بحثك في مؤتمر او تقدم بحثك في مجله. وكل واحده من هذه المؤتمرات والمجلات اكو لها تمبلت وفورم خاصه تتبعها، يعني اللي هي تحدد لك احجام الخطوط، المسافات بين الاسطر، ايش قد تعوف مارجن الاعلى الاسفل يمين اليسار، شلون تقدر ترتب البيبر مالتك، هذه كلها موجوده يعني، ولكن تختلف من كونفرنس الى اخر ومن جورنال الى اخرى، يعني ماكو شيء موحد. ما اعرف اذا كان هو هذا السؤال وهذا جوابه، يعني اتمنى انه يعني اذا كان مو نفسه انه توضح لي السؤال في يعني في سؤال اخر. استاذ معتز الخفاجي اذا كان هذا الاسم بشكل صحيح. اذا كان المليمتر ويف تواجه مشكله البنتريشن فممكن ان تستخدم في الدور في الاندور بدلا من الفيمتو سيل في 4G. المليمتر ويف يعني هي بها مشاكل كثيره طبعا، اول ما تم طرحها يعني تيد رابابورت او ثيودور رابابورت من كتب عليها اول بيبر بال 2009 تقريبا، الكل ضحكوا عليه قالوا له مستحيل نستخدم المليمتر ويف
للاتصالات اللاسلكية، لأنه فيها مشاكل كثيرة، امتصاص الأكسجين، الأمطار، الرياح، الأشجار وغيرها، مشاكلها كثيرة طبعا، ولكنه البوتنشال، الأمور اللي ممكن نستفيدها من المليمتر ويف أكثر بكثير من مشاكلها. يعني أنت تصور أنه إحنا السب 6 جيجا هرتز اللي هي الترددات الأقل من 6 جيجا هرتز طبعا مخصصة إلى مئات التطبيقات اللي تقدر تحصل من عندها للسيلولار نتوركس هو يعني أقل من 1 جيجا، في حين المليمتر ويف اللي هي من 30 إلى 300، يعني ايش قد عندك؟ 270 جيجا هرتز. طبعا هي مو كلها راح تستخدمها، بس عندك أنت على الأقل 100 جيجا هرتز أوف باند ويث، هذه تقدر تسوي بها كل شيء. فبالتالي يعني البوتنشال البنفيتس الفوائد اللي راح تحصلها من المليمتر ويف لا يمكن الاستغناء عنها. فبالتالي اليوم احنا عندنا بالنسبه لل 5 جي اكو عندك ال 24 26 28 39 ال 42 وال 60 وحتى 73 جيجا هرتز، هذه مستخدمه كبانز. بالنسبه لل 6 جي اليوم بداوا هم يشتغلون على ما بعد ال 100 جيجا هرتز. طبعا هي ما بعد ال 100 جيجا هرتز من 100 الى 300 اكو عندك ايضا 200 جيجا هرتز اوف باند ويث، هذه تقدر تسوي بها يعني ملايين التطبيقات. فبالتالي راح يتم استخدامها مهما كانت مشاكلها، راح تبقى مستخدمه بالسيلولار نتوركس. الفور جي طبعا ايضا ممكن انه تبقى مستخدمه حاليا يعني بالنون نون ستاند الون مود. اغلب الداتا ترافيك ابلود وداونلود قاعد يكون عن طريق المليمتر ويف مثلا، هذه الطبيعيه، ولكن الكنترول سيجنالز ممكن تستخدم بها الفور جي، ترددات الفور جي ممكن تكون جاست كنترول او مونيتورنج او غيرها من هذه الامور. فبالتالي ممكن انه يتعاون نسوي، ممكن يظل يشتغل نسوي ان بارالل الى ما لا نهايه. ما هي مجالات البحث في ال 5 جي التي يمكن ان تقدمها از ريسيرش بلان لمنحات؟ اوكي، سؤال ممتاز جدا، وهذه طبعا تحشوا عنها كثيرا يعني البارحه او اول البارحه في المؤتمر وكل المؤتمرات اللي حضرناها، يعني هم يتحدثون عن انه اذا كان هناك طالب دكتوراه يريد يقدم مقترح بحث في مجال 5 جي، شنو التخصصات اللي ممكن انه يشتغل عليها؟ واحده من الامور اللي تواجه ال 5 جي انه احنا لحد الان الشانل ميجرمنت اللي هي قياسات الشانل، انه انت عندما يكون عندك ترانسميتر وريسيفر واكو بيناتهم شانل، هذا الشانل، هذا الشانل ميجرمنت طبعا بدات الحسابات والقياسات الخاصه به في جامعه نيويورك يونيفرسيتي من سنه 2013 او حتى قبلها يعني. بدأوا يعني يدخلون المجرمنت مالتهم، يحاولون انه يسوي لها كيرف فيتنج، يعني يحاولون يخلوها في داخل موديل، فنموذج معين، فالمعادله توصف لك شنو اللي قاعد يصير بين الترانسميتر والريسيفر. لحد الان فشلوا في ايجاد وان موديل فيتس اول، يعني ماكو فد نموذج يوصف كل شيء. الشانل في داخل البنايه يختلف عن الشانل في خارج البنايه، يختلف عن الشانل في داخل المدينه المكتظه، يختلف عن الشانل في خارج المدينه، يعني في المناطق الريفيه. في الغرفه يختلف عن الكوريدور. فهنا عندك واحده من الامور الرئيسيه اللي اغلب الناس لحد الان يشتغلون عليها، واي بحث في هذا المجال راح ينقبل مباشره بدون كلام، انه اذا كان عندك اجهزه هاردوير وتقوم بحسابات ميجرمنت، يعني حسابات للشانل باستخدام الشانل ساوندر وغيرها في مختلف البيئات، اذا قدرت توصل الى وان موديل فيتس اول، فهذا راح تحصل به يعني جائزه نوبل للسلام، لانه مثل ما ذكرنا الاندور يختلف عن الاوت دور، اللاين اوف سايت يختلف عن النون لاين اوف سايت. احنا الظاهر عندنا فد شيء يسمونه الاو يو اي او الاو تي اي اللي هو الاوت دور تو اندور، يعني الشانل او تغير الاشاره عندما تطلع عندك من الاوت دور، يعني من البرج اللي هو خارج البيت، عندما تدخل الى الاندور الى داخل البيت، التغيرات اللي يصير عليها، الاختلافات، الامور كلها هذه واحده من الامور الرئيسيه المهمه جدا اللي الان يعني الناس يشتغلون عليها. واحده من الامور اللي يركزون عليها هو انه هاو تو بيلد ا تيست بيت، a unified test bed، شلون تقدر تبني فد منظومه سواء كانت هاردوير او سوفت وير، يعني كسيميوليشن تقدر تدخل في داخلها كل النتائج اللي حصلناها لحد الان، بحيث انه تكون متوفره للباحثين في المستقبل انه يجون يكملون عليها. يعني تكون هذه طبعا منصه موحده ما بين الجامعات والشركات، اذا قدرت تسوي هذا الشيء فانت ايضا راح تحصل جائزه نوبل، مو بس تكمل دكتوراه او تكمل بحث في هذا المجال. هذه طبعا يعني ممكن انه حاليا بس تدخل على scholar.google.com وتكتب له ريسيرش ترندز ان 5 جي، راح تطلع عندك يعني عشرات البيبرات، لانه كل الشركات كل الجامعات يحاولون انه يخلون هذه الامور متاحه لك على مود انت يعني كباحث تشتغل عليها، لانه بالنهايه راح تكون فائده لهم. فلا تعتقدون انه افكار البحوث هي سيكرت او هيدن او يعني مخفيه او سريه، هي متاحه ومتوفره للجميع، لانه هم يردون باحثين من كل دول العالم انه يشتغلون على هذه المواضيع. اذا كان بحثك ممتاز فانت قاعد تفيدهم، يعني بالنتيجه هم راح يقولون نتائج بحثك
ويكملون عليها. واذا كان البحث سيء فعلى الاقل هو راح يعطي انديكيشن، راح يقول لهم بانه اوكي يعني هذا الاتجاه ما راح يوصلك النتيجه، راح يعرفون الاتجاه اللي انت ماشي به اذا كانت بحوث يعني نتائجك سيئه ويتجهون للاتجاهات الاخرى. فبالنتيجه النهائيه يعني افكار البحوث موجوده اونلاين متوفره مجانيه، وهم يرحبون بك انه هم يدوك اياها. يعني هسه انا متاكد اذا تتصل بشركه سامسونج تقول لهم وات ار ذا بروبلمز وذ يور 5G ديبلويمنت، راح يدزوا لك ايميل يعدد لك اياها كلها، واي واحده انت تقدر تسويها يعني خطه بحث وتشتغل بيها. فمعاذ ساما اتمنى انه يكون هذا الجواب على سؤالك. يعني دكتور عندك معلومات حول الفرونت هول فرونت هول ولماذا هو جديد بالجيل الخامس فقط اعتدنا على سماع الباك هول؟ بصراحه اللي اعرفه انه اكو شيء اسمه باك هول اللي هو يعني ارسال الاشارات ما بين الابراج يعني في الباك جراوند يعني باك هول. الفرونت هول ما سامع بيه صراحه، ما اول مره هاي اسمع بيه. ممكن انه ابحث عنه اكثر واذا حصلت في شيء اقدر اسولف لك عنه ان شاء الله. اي ان ان بي ال كي انيس اعتقد. حبيبي سيد حسن الله يحييك ويبارك بيك، ربي يوفق استاذ مصطفى. شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. أنيس ANNBLK يقول استفسار آخر بالموجات المليمترية، ما العلاقة بين التردد والاستطاعة المرسلة؟ الاستطاعة المرسلة أعتقد يقصد بها الباور يعني، ما أعرف إذا كان هو هذا. كيف تولد تقنيا الموجات المليمترية بالمجال الراديوي وهي مبنية على الإلكترونيات فقط؟ الموجات المليمترية اللي هي مليمتر ويفز اللي هي من 30 إلى 300 جيجا هرتز، فرقها الوحيد عن المايكروويف اللي نستخدمه اليوم هو في الطول الموجي. يعني تعرف بأنه العلاقة عكسية ما بين التردد والطول الموجي، كلما زاد التردد قل الطول الموجي. احنا سميناها مليمتر ويف فقط لأنه الطول الموجي مالتها يتراوح من 1 إلى 10 مليمتر. منين جت هاي 1 إلى 10 مليمتر؟ اللي هي يعني علاقتها أو يعني السبيد أوف لايت تساوي لنا الفريكونسي على الطول الموجي تاو. فالطول الموجي طلع عندنا من 1 إلى 10 مليمتر لأنه التردد يتراوح من 30 إلى 300 جيجا هرتز بثبوت سرعة الضوء. فهنا هو هذا الفرق، يعني الفرق الوحيد بين الموجات المايكروويف والمليمتر ويف هو فقط في الطول الموجي في التردد. وبالنتيجة النهائية هن اثنين الكترومغناطيك ويف، يعني هي عبارة عن اشارات الكترومغناطيسية بها جزء مغناطيسي وبها جزء كهربائي يتم يعني توليدها من قبل اوسيليترز، يعني كريستال اوسيليترز او كوارتز اوسيليترز او اي نوع من انواع الاوسيليترز. نفس طريقة توليد ال 600 جيجا هرتز هي نفس طريقة توليد ال 60 جيجا هرتز، الاختلاف فقط في الذبذبة، عدد الاهتزازات في الثانية الواحدة، هذا هو الفرق الوحيد يعني. فأتمنى أنه يكون هو هذا الجواب يعني اللي تبحث عنه. الاستطاعة هي القدرة، نعم سيد صحيح بالضبط، هي يعني أعتقد هو هذا الباور يعني. محمود رباعي يقول ربي يوفقك دكتور مصطفى الوالد، شكرا جزيلا. أتمنى أنه نكون يعني وفقنا في الإجابة على كل الأسئلة. طبعا يعني مجال 5G والمليمتر ويف هو بحر كبير جدا، ممكن الحديث عنه الى ما لا نهايه، بس انا ما احب انه اطول اكثر يعني، لانه احنا بدينا بالساعه بالعشرة يعني بتوقيت العراق، حاليا هسه يفترض انه تكون بال11 و10، فبعد يعني اغلب الناس عندهم باكر دوام ان شاء الله ويحتاجون يروحون ينامون. اذا ماكو اي سؤال ثاني فنتوقف، وشكرا لكل اللي موجودين مره اخرى، شكرا جزيلا لمبادره اي سي تي تاسك فورس لاستضافه هذه الورشه، وان شاء الله ما راح تكون الورشه الاخيره. كل فتره اذا جمعنا مجموعه من الاسئله والامور اللي تخص هذا المجال ممكن انه نجمع الاسئله كلهن في مكان واحد ونطلع يعني نسولف عنهن، يعني اما في فيديو في اليوتيوب او هنا على شكل ورشه عمل. ماكو اسئله اخرى ان شاء الله. اوكي، هذا السؤال ممتاز يعني، يعني تمنيت انه يكون موجود من البدايه. الاخ ازهر الحسني يقول ما هي اهميه البيم فورمينج مع المليمتر ويف في 5G مقارنه مع 4G؟ اعتقد يعني هو ما هي اهميه البيم فورمينج مع المليمتر ويف في 5G مقارنه مع اعتقد هو يقصد 4G. البيم فورمينج اللي هي يعني شلون تقدر تستخدم مجموعه من الانتنات بحيث انه تقوم بارسال الاشاره باتجاه معين. هو طبعا بالحقيقه كل الانتنات راح تقوم بارسال اشاره معينه، ولكن انت تتحكم بالويتس الداخليه يعني من خلال البيس باند او الراديو فريكونسي او يعني مختلف المكونات. كل الانتنات راح تقوم بارسال اشاره معينه، ولكن هذه الاشارات راح تتضافر ايجابيا باتجاه معين وتلغي بعضها البعض الاخر في الاتجاهات الاخرى، فبالتالي راح يطلع عندك فديم واحد
هذا البيم اللي هو عباره عن تضافر لكل الاشارات الصادره من الانتنات كلها، وبقيه الاماكن الاخرى طبعا راح يعني الاشارات تلغي بعضها البعض الاخر من خلال حسابات معينه، يعني من خلال مصفوفه البيس باند والبيم بيم فورمر. شنو فائدتها مع المليمتر ويف؟ مهمه جدا للمليمتر ويف، لانه المليمتر ويف سواء كانت 28 60 73 ما كانوت ترافل ويل، يعني ما تقدر توصل الى مسافات بعيده. نفس الباور اذا استخدمتها في ارسال 600 ميجا هرتز، ونفس الباور اذا استخدمتها في ارسال 28 جيجا هرتز، ال 600 ميجا هرتز راح تسافر مسافه بعيده كلش، في حين الاشاره الخاصه بال 60 جيجا هرتز راح تكون محدوده جدا، يعني ما تزيد عن ال 200 300 متر. شلون تقدر تخليها تسافر مسافه ابعد قبل ما يمتصها الاكسجين، وقبل ما ياثر عليها الامطار، وقبل ما تمتصها اوراق الاشجار والرطوبه في الجو، كل هذه المؤثرات الاخرى. يعني المليمتر ويف اكثر حزمه ترددات تتاثر بالمؤثرات الجويه. شلون تقدر تقلل هذا التاثير؟ من خلال استخدام البيم فورمينج، انه انت بدل ما تسويها برودكاست تنشرها في كل الاتجاهات، لا تحصرها في حزمه ضيقه. هذه الحزمه الضيقه راح يكون بيها فد جين. الجين شنو هو الجين؟ عباره عن الدايركشناليتي، التوجيهيه الخاصه بالانتنات، حزمه الانتنات على مود تقدر توصلها في اتجاه معين. فراح يكون تضافر للاشاره، يعني الباور اللي ترسل من كل واحده من الانتنات راح يعني اديتيفلي انكريست، تجمعهم كلهم. يعني اذا تصور اذا كان عندك 16 في 16 انتنه، كل واحده من الانتن ترسل مثلا 14 دي بي ام. اذا كل واحده من الانتن ممكن توصل الى 100 متر، التضافر مالتهم كلهم ممكن يكون يعني 1000 متر. فهذا هو البيم فورمينج، هذا فائده المليمتر ويف، يعني ضروري جدا المليمتر ويف، لانه بدونه ما تقدر توصل المليمتر ويف الى مسافات بعيده. هذا هو بالنسبه لل 4G، 4G يعني اغلب الاشارات اللي احنا نستخدمها اليوم، حتى اذا كانت عندك مايمو، مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت، يعني مجموعه من الانتنات في الترانسميتر ومجموعه من الانتنات في الريسيفر، وان كانت اغلب اجهزتنا اللي هي تشتغل بال 4G، يعني جهازك النقال عاده يحتوي على انتنه واحده فقط مو اكثر. يعني هي تكون مايسو مالتيبل انبوت سنجل اوتبوت. حتى اذا كانت تحتوي مالتيبل انتنات، ممكن انه ترسل يعني برودكاست اومني دايركشن في كل الاتجاهات. وممكن تستخدم البيم فورمينج طبعا بنسبه اقل، ولكن البيم فورمينج ضروري جدا مع المليمتر ويف، لانه المليمتر ويف ما تقدر تسافر الى مسافات بعيده بدون البيم فورمينج. فهو هدفه يعني انه يزيد لك الترانسميشن رينج، يعني مدى الارسال. اتمنى انه يكون هذا السؤال الجواب يعني. مقارنه مع ال 5G، نعم. مع ال 4G. 4G؟ نعم 4G. بكره عطله؟ السلامات. شنو عندكم باكر؟ شنو باكر؟ جمعه اوكي، انتم عندكم عطله، احنا عندنا دوام. اوكي، يعني جمعه مباركه ان شاء الله مبدئيا بالنسبه للناس اللي راح يشوفوا جمعه اذا بقيت الحياه. باكر جمعه خليك استاذ. نعم 4G اوكي، هو انا يعني تكلمت عن 4G، اتمنى انه يكون هذا السؤال او الجواب واضح. اعتقد افضل طريقه لحل مشكله التداخل في 5G هو التوجه نحو السمول سيلز في الاندور وعمل كلاسترز، لان اكثر من 80% من الاتصالات تكون داخل بنايات. نعم كلام جميل جدا، اكو هواي بحوث تشتغل على هذا الموضوع، اللي هو احنا يعني نشتغل من الماكرو سيلز الى المايكرو سيلز الى البيكو سيلز الفيمتو سيلز. كل ما تقلل عدد السيلز او كل ما تقلل حجم السيلز، طبعا هذه تحتاج دنسيفيكيشن، يعني تحتاج من عندك مور يعني تاورز مور بيس ستيشنز. الخطه انه يعني راح يخلون انتنات على كل الترافيك لايت او على كل اللام بوست، يعني كل مصابيح الاضاءه في الشوارع، فبالتالي راح تتوقع انه يكون عندك مثلا بيكون انت لو انتنه ممكن يكون عندك 50 متر فقط او اقل او اكثر. فتحتاج طبعا بيس ستيشنز اكثر على مود تحل هذه المشكله. مشكور على المعلومات القيمه، شكرا اسامه الاطرقشي. أسامة الأطرقشي المدرب الخاص بكورس الفول ستاك ديفلوبمنت، اللي هو ايضا يعني ضمن مبادره الاي سي تي تاسك فورس. محدثكم حاليا مصطفى صادق اخ غزوان. تمام، ان شاء الله بعد ماكو اسئله. ايضا مره اخرى شكرا جزيلا لكل الموجودين، شكرا جزيلا لمبادره اي سي تي تاسك فورس. تصبحون على خير. يشبهني، اوكي ممتاز، الله يبارك فيك ان شاء الله. شكرا لكل الموجودين، شكرا للحضور ويانا، شكرا لكل الاسئله. اتمنى انه تكون المعلومات اللي طرحت مفيده جديده مختلفه، تجاوب على بعض الاسئله.
وإن شاء الله إذا كان أكون أسئلة ثانية راح نحاول أنه نجاوب عليها في المستقبل. شكرا جزيلا وتصبحون على خير، مع السلامة. أوه نعم، شكرا جزيلا. طبعا أنا ناسي العطل، يعني لأنه هنا عندنا الجمعة يعني هي عادة تكون يعني أثقل يوم بالأسبوع، آخر يوم ومزعجة جدا، كل الشغل يطلع عندنا بيوم الجمعة. أوكي، مع السلامة.